خلينا ننتقل دلوقتي لزميلنا العزيز جدا فاروق صلاح، هو دلوقتي متواجد في جنوب افريقيا علشان يطلعنا برضو على الجديد. فاروق صباح الخير، بونجور عليك، وسامعينك طبعا، عايزين نطمن منك، تفضل. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد من هنا من مقر اقامه فريق النادي الاهلي وبالتحديد العاصمه الاقتصاديه لجنوب افريقيا بريتوريا. يعني يوم جديد ان شاء الله، يعني بنبدا صفحة جديدة إن شاء الله للاستعداد لمباراة القطن الكاميروني. خلاص يا نهاوند ويا كريم، قفل الفريق صفحة مباراة ماميلودي سان داونز بالأمس. طبعا مستر مارسيل الكولر بدأ الاستعداد والتحضير لمباراة القطن الكاميروني. كان الفريق اللي استأنف تدريباته على ملاعب جامعة بريتوريا. طبعا مستر مارسيل كولر مجموعة اللاعبين اللي شاركوا في لقاء سان داونز كان تمرين خفيف مع جانب الاستشفائي، ثم مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة ماميلودي سان داونز كان تدريب مكثف من مستر مارسيل كولر. طبعا اتكلم مع اللاعبين على كتير جدا من الامور، وعقد بالامس طبعا محاضرة مع اللاعبين، الى جانب طبعا كان في اجتماع وجلسة ما بين الافراد الجهاز الفني مستر مارسيل كولر وجهازه المعاون بالكامل للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة، ويعني اغلاق تماما صفحة مباراة ماميلودي سان داونز. فيها امور كتير جدا وفيها نقاط كتير جدا هنقف عندها، بس ده مش وقتها خالص. عندنا تركيز، عندنا اللي احنا لازم يكون في تركيز مهم جدا في مباراة القطن الكاميروني. مفيش اي كلام او اي حديث داخل بعثة فريق النادي الاهلي سوى على مباراة القطن الكاميروني. على جانب اخر اللاعبين، يعني عقد اللاعبين اجتماع اللي اتكلموا طبعا ووصل لهم ولمسين مدى شعور جماهير النادي الاهلي ومدى حالة الحزن اللي عند كل جماهير النادي الاهلي. لكن خلاص ما عندناش وقت ان احنا نتكلم في كتير جدا من الامور، التركيز كله بينصب على مباراة القطن الكاميروني. عايز اطمنك على استعداداتنا اللي هتستمر طبعا النهارده. مستر مارسيل كولر كان عقد مع الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي يعني جلسه لتحديد برنامج استشفائي كامل على مدار تواجد فريق النادي الاهلي هنا في جنوب افريقيا من اجل الاستعداد الى مباراة القطن الكاميروني. طبعا الفريق هيغادر جنوب افريقيا يوم الاربعاء القادم ان شاء الله في تمام الساعه 2 ظهرا، هيأدي تدريب على ملاعب جامعة بريتوريا صباحا، ثم التوجه الى مطار جوهانسبرج اللي بيبعد عن بريتوريا ب 45 دقيقة، ثم استقلال الطائرة والتوجه الى القطن لمواجهة او للكاميرون لمواجهة فريق القطن الكاميروني. اللي بالمناسبة يا نهاوند خليني برضه اقول لك من الاخبار اللي جاية لنا من الكاميرون هناك، ان ادارة نادي القطن الكاميروني خلاص يعني حددت وصرحت وسمحت للجماهير بالدخول لمباراة الاهلي مجانا، وبتفتح ابواب المدرجات والجماهير للجماهير مجانا من اجل الحضور مباراه النادي الاهلي. طبعا على جانب اخر، هنا الامور في بريتوريا او معظم وسائل الاعلام بتتكلم ان لازالت حتى الان فرص النادي الاهلي وفرص ماميلودي سان داونز هي الاقرب. كل الصحافه هنا في جنوب افريقيا بتتكلم ان فريق ماميلودي سان داونز قادر على تحقيق الانتصار في السودان على الهلال السوداني، وده الامر اللي يعني اللي شايفينه يعني بيشهد كلام في وحديث في نطاق واسع من كافه وسائل الاعلام، وحديث رولاني ماكوينا المدير الفني لفريق ماميلودي سان داونز اللي قال ما كنتش احلم ان انا احقق النتيجه دي على النادي الاهلي، احنا كنا في حلم كبير، نتمنى استمرار الحلم ان احنا نحقق البطوله دوري ابطال افريقيا هذا العام لفريق ماميلودي سان داونز. ايضا اتكلم على ان فرصه في الصعود وفرصه في البطوله، واتكلم ايضا على ان النادي الاهلي فريق كبير ويبقى النادي الاهلي واحد من الفرق المرشحه للبطوله، وقال ورسالته للاعبين احنا رايحين السودان، رايحين للثلاث نقاط نحقق الفوز في المواجهتين المتبقيتين امام الهلال السوداني وامام القطن الكاميروني. حاله النشوه والفرح اللي عند جماهير ماميلودي سان داونز مستمره يعني انتصارهم على النادي الاهلي. طبعا هنستمر في كلامنا وحديثنا عن النادي الاهلي، وعايز اطمنك يا نهاوند واطمنك يا كريم على حاله اللاعبين المصابين. بالامس حسين الشحات كان ادى التدريب بالكامل، باكد لك وبطمنكم على جاهزيه حسين الشحات لهذه المواجهه، مواجهه القطن الكاميروني. حسين الشحات واحد من الاوراق المهمه جدا اللي بيستعدها النادي الاهلي في هذه المواجهه. ايضا اطمنك على محمد عبد المنعم اللي يعني شعر باجهاد عضلي، ولكن الدكتور احمد ابو عبله يعني النهارده هيتم اجراء اختبار طبي
لمحمد عبد المنعم، لكن خليني أكد لك كل النتائج مبشرة إن شاء الله إن محمد عبد المنعم يكون واحد من اللعيبة الموجودة معانا في مباراة القطن الكاميروني. أيضا خالد عبد الفتاح وعودته من جديد شارك في المران بشكل أكثر من رائع وشكل مميز جدا، واحد أيضا من اللاعبين اللي كان غاب عن النادي الأهلي في الفترة الأخيرة. يعني تقدر تقول النادي الأهلي إن شاء الله من الناحية الطبية من الناحية الفنية جاهزين إن شاء الله لمواجهة القطن الكاميروني اللي كلنا وكل أفراد المنظومة الأهلوية كلنا بندعم بنساند فريق النادي الأهلي في هذه المرحلة الصعبة جدا اللي بتحتاج فعلا اللي يعني هذه المرحلة نهواند طبعا أنت عارفة بيبان فيها معدن الأهلاوي. مش هنقول كلام مرسل أو هنقول كلام ومبرر أمور، ولكن هذا ده الوقت اللي فعلا جمهور النادي الأهلي محتاج إنه يقف فيه في ظهر كيان النادي الأهلي. بص يا فاروق، ده حصل 2019 سيم سيناريو، خلينا بس نبقى نرجع كده ونبقى واضحين. حصل هذا أو هذه الكبوة 2019، شفنا إزاي تصرف الجماهير أو تصرفت جماهير النادي الأهلي، وإزاي قدر النادي الأهلي إن هو يعود ويقف على رجليه وكم البطولات اللي تم تحقيقها والثلاثية اللي كلنا احتفلنا بيها. فإحنا واثقين إن ده هيرجع مرة تانية، واثقين إن أكيد إن الجماهير في ظهر النادي الأهلي. أنا عايزة زي ما طمنتنا على يعني الشق الفني والشق المعنوي، أنا عايزة برضو أركز شوية على الشق النفسي أكتر. يعني مهم إن إحنا نطمن جماهيرنا على المعنويات، مهم جدا النقطة دي، إن كمان أكيد يعني كابتن مارسيل كولر وهو بيتحدث أو بيطمن على الشق الصحي والشق الفني، كمان الشق النفسي لا يقل أهمية ربما كمان يزيد. فطمنا على النقطة دي يا فاروق، اتفضل. نهواند يعني تطرقت النقطة في غاية الأهمية جدا، وهي محور يعني أحاديث بعثة فريق النادي الأهلي، الحالة النفسية، لأن واضح التأثر الشديد والحزن الشديد على لعيبة النادي الأهلي متأثرين تماما بهذه النتيجة. لذلك مستر مارسيل كولر فضل ورفض أي حديث عن مباراة ماميلودي سان داونز، طالب اللعيبة بنسيان هذه المباراة. هو لامس، كلنا لامسين مدى التأثر اللعيبة نهواند، أكيد أنت عارفة وأكيد كريم عارف وأكيد الجميع عارف، وصل لهم ولامسين مدى شعور جماهير النادي الأهلي وحالة الحزن اللي عند جماهير النادي الأهلي. لذلك كل أفراد البعثة بدءا من الأستاذ طارق قندير رئيس بعثة فريق النادي الأهلي بالجهاز الفني، الجميع بيحاول يخرج اللعيبة من هذه حالة الحزن من أجل التركيز في مباراة القطن الكاميروني. كابتن محمد الشناوي عقد طبعا جلسة مع اللاعبين واتكلموا في هذه الامور، في حزن بس ان شاء الله يعني خلال يعني هذه الفتره اللعيبه خلاص بتنسى مباراه ماميلودي سان داونز. مستر مارسيل كولر في جلسته النهارده كمان هيعقد محاضره بالفيديو مع اللاعبين في تمام الساعه 7:30، اتكلم طبعا على مباراه القطن الكاميروني، وهيتكلم طبعا مع اللاعبين في ضروره نسيان خلاص زي ما هو طلب من اللعيبه ضروره نسيان مباراه ماميلودي سان داونز. عندنا مرحله مهمه جدا بالورق بالحسابات، انت لسه موجود داخل دوري ابطال افريقيا، مرحله المجموعات النادي الاهلي ان شاء الله قادر ان يحقق انتصارين سواء على فريق القطن الكاميروني في الكاميرون او على الهلال السوداني في القاهره. ان شاء الله بالحسابات ان شاء الله النادي الاهلي يكون موجود في دوري ابطال افريقيا بعد انتهاء دوري المجموعات. بيبقى طبعا لكل مقام مقال وكل حدث حديث، يبدا تحضير بيبدا تجهيز للمباراه القادمه باذن الله. لكن اطمنك ان شاء الله يا نهواند، لعيبه النادي الاهلي خلاص هتقفل صفحه او قفلت تماما صفحه مباراه ماميلودي سان داونز، عندنا مباراه القطن الكاميروني، التركيز كله بينصب على هذه المباراة. والنقطة المهمة اللعيبة خلاص بتقول دي بداية المصالحة، بداية الإصلاح أو بداية المصالحة مع جماهير النادي الأهلي، مش مجرد نتيجة، لا إن شاء الله أداء ونتيجة في ملعب القطن الكاميروني إن شاء الله تكون بداية المصالحة ما بين جماهير النادي الأهلي ولاعبي النادي الأهلي اللي إن شاء الله كلنا منتظرين منهم الكثير بإذن الله خلال الفترة كلنا القادمة. متوقعين ومنتظرين وأكيد. وعلى فكرة سياسة اقلب الصفحة، يعني ده جماهير النادي الأهلي يعني بتتعامل من منطلقها، ما بالك اللعيبة. طبعا هي كانت مباراة للنسيان في المقام الأول، ولكن مش نسيان كامل، لأن لازم نطلع من المباراة دي بشيء من العظة والعبرة. بما أن أنت طمنتنا بقى على كل المستويات وعلى كل الأصعدة، حاجة خارج الإطار، إيه الخلفية الحلوة اللي وراك دي؟ نما إلى علمنا أنا ونهواند أن ده متحف مفتوح كبير، متحف نيلسون مانديلا، مش كده برضو؟ يعني خليني أقول لك يا كريم، إحنا المكان اللي احنا موجودين فيه دي بريتوريا، هي معقل جماهير سان داونز. اللي في الخلفيه امامنا ده يعتبر القصر الرئاسي، والتمثال اللي موجود تمثال نيلسون مانديلا، ده احد القصور الرئاسيه هنا في جنوب افريقيا.
قصر الرئاسة، يعني بيحتوي طبعا على احد يعني تمثال للقائد عظيم هنا في جنوب افريقيا ونيلسون مانديلا. طبعا الحديقة دي مفتوحة لكافة يعني ابناء جنوب افريقيا او اي فرد موجود داخل جنوب افريقيا للدخول الى داخل هذه يعني طبعا الحديقة اللي بتحيط طبعا بالقصر الرئاسي. طبعا موجود الى جانب هذه المنطقة في ايضا احد المتاحف اللي بتحتوي على بعض التراث الافريقي، الى جانب احد الحدائق او يعني تقدر تقول حدائق الحيوان الموجوده هنا في جنوب افريقيا اللي بتتميز بوجود عدد كبير جدا من الحيوانات اللي موجوده فقط هنا في جنوب افريقيا. عايز اقول لك يعني احنا بنخرج خارج اطار المباراه وخارج اطار يعني اللي بيحصل، ان الاجواء في جنوب افريقيا اكثر من رائعه، منتهى الرقي منتهى الاحترام من جانب الابناء او شعب الجنوب افريقي. درجه الحراره انت بتتكلم دلوقتي في 27 بالامس، يعني انت بتشوف الاربع فصول في يوم واحد. بالامس كان في سيول في جوهانسبرغ الى سقوط امطار هنا في بريتوريا، رعد وبرق بالامس، النهارده الشمس بتطلع، يعني فصول السنه كلها بتشوفها خلال يوم واحد او على مدار الايام اللي انت موجود فيها. ولكن جنوب افريقيا تبقى واحده من اجمل الاماكن الموجوده في القاره الافريقيه، يعني ان لم يكن واحده من اجمل الاماكن الموجوده في العالم اللي بتحتوي على مناظر طبيعيه واماكن خلابه. جميل جميل، رائع جدا، شكرك جدا جدا زميلنا العزيز والمتألق فاروق صلاح من جنوب افريقيا، وسعداء طبعا ان انت طمنتنا على الفريق بتاعنا، ومش بس الجاهزيه الفنيه، اكيد الجاهزيه المعنويه، لازم ننسى لازم نفكر في اللي جاي، واعتقد الجماهير لا تقصر زي ما احنا عارفين على مدار التاريخ مع النادي الاهلي. عشان نيجي دلوقتي ونقلق، احنا عارفين كده كده الجماهير يعني في ظهر النادي الاهلي مهما كان، وهو اللي بيشجع وبيحب حد مش بيحبه هو افضل حالاته بس، مش بيحبه هو ناجح بس، الحب بيكون في الحلو وفي الوحش، واحنا الحمد لله الوحش بتاعنا او الكبوات بتاعتنا قليله جدا، ومش بس كده بيعود مره ثانيه النادي الاهلي وبيصلح وبيسامح، او زي ما بتقال كده الجماهير بتسامحه بالاداء بتاعه بالنتائج بتاعته، فده اللي احنا متعودين عليه.